هذا مؤتمر في غاية الأهمية، ينعقد في مدينة الرباط لاتحاد المعلمين العرب الدورة 21. وكما نعلم جميعا أنه اتحاد المعلمين العرب هم الأجيال القادمة أمانة في أيديهم، فحراك المعلمين هو حراك للمستقبل. ونحن نوجه شكر للمغرب كبلد لاستضافة هذا المؤتمر، وأعتقد أنه أيضا المؤتمر مشكورا منح فلسطين كلمة لإطلاعهم على آخر تطورات القضية الفلسطينية، وهذا رسالة منهم لفلسطين، رسالة تضامن مع فلسطين، رسالة رفض للعدوان على الشعب الفلسطيني، ورسالة انحيازهم لإنسانيتهم. أنا أعتقد أنه الاتحادات كاتحاد المعلمين مهم، لأنه يخلق رأي عام على مستوى الأجيال العربية في كل المنطقة العربية، خصوصا أن الحضور وازن من كل الدول العربية حضروا اتحاد المعلمين، وعلى مدار 3 أيام سيناقشوا كل القضايا المتعلقة بالمهنية من بوضعية المعلمين، وأيضا القضايا السياسية التي تهم الوطن العربي وعلى رأسها قضية فلسطين. فشكرا للقائمين على هذا المؤتمر.